شغل واجب قصير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على التوجيه والاهتمام بالصناعة في المرحلة الحالية كأحد أهم مقومات الاقتصاد المصري. شكر واجب قصير للسيد الدكتور مصطفى المنبولي رئيس مجلس الوزراء على الحضور والرعاية. وطبعا شكر قصير للدكتورة هالة على الحضور والمتابعة الدائمة كوزير التخطيط والمتابعة منها. وطبعا شكر واجب وأصيل لرجال القوات المسلحة من الشرطة اللي فرضوا الأمن والأمان والحقيقة اللي احنا بنتمسك سينا، وأنا كواحد من المستثمرين الموجودين في سينا وكل المسلمين وكل رجال الصناعة المصريين الموجودين في سينا بنقدم الشكر والتحية على تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة اللي فرضوا فعلا. الجلسة بتاعت مجلس الاستثمار في سينا هي تسع توصيات بنقولها اولا البدء في تشجيع العبارات على خليج السويس لنقل البضائع تيسيرا على المصانع وتخفيفا للضغط على معابر قناة السويس. طبعا زي ما حضرتك عارفين احنا كل المعابر اللي شغالين عليها حاليا واللي مطروح سواء الاتفاق الجديدة هي معابر اللي موجود قناة السويس على ما بين شمال سينا والوادي والدلتا. احنا لازال عندنا جنوب سينا مش مربوطه جيدا بالوادي والدلتا الا عن طريق نفق الشهيد احمد حمدي وعبارات سويس ومعادلة سويس صغيره. احنا عندنا حلم ان يبقى في عبارات كبيره تنقل البضايع وتنقل العربيات النقل من جنوب سينا للوادي والدلتا. انا بتخيل حضرتك لو في مصنع مثلا في جنوب سينا وبيودي منتجاته للصعيد لازم يطلع لشمال سينا عشان يعدي ويرجع تاني لسينا، في حين ان انا لو عديت كروس على خليج السويس مباشرة أنا أقدر أوصل لمنتج يبقى أنا كده وفرت تكلفة وعملت تشجيع للمستثمر إنه يوصل لسينا. الباب في تشغيل ميدانية لعريش وطول وزيادة الأعماق لاستقبال السفن الكبيرة. طبعا في تطور كبير حاصل على ميناء الطول وميناء العريش وأعتقد إن هم حاليا جاهزين للتشغيل. فضل قرار بالتشغيل وده إن شاء الله بنحاول إن الحكومة تشجع تساعد في بسرعة إن إحنا نبتدي نشغل الوقت لما يساعد كتير جدا. وإن زي ما الأستاذ خالد بفضل إحنا عندنا 30 مليون طن فقط في الاسمنت وعندنا مصنع كبير في اسمنت العريش عند الهروب بس 5 مليون طن موجودين كمخزون ممكن نصدرهم من العريش لو تم شغل. استخدام التكنولوجيا الحديثه في التفتيش على المعابد واختصاص الوقت. اختصار الوقت لانه فعلا زي ما حضرتك فاكر حتى لو شغل الشيخ او بيروت سينا عامه احنا بنقعد فترات طويله جدا على التفتيش على المعابد. فلو استخدمنا التكنولوجيا الحديثه في الاجهزه حديثة في التفتيش مش هنقدر نقدر ان احنا نقف 7 ساعات 8 ساعات عشان نتفتش على طول الافراد او المواد الصناعيه. عدم زياده وصول العمال على معدات التنسيق خاصه بالخدمات والمنتجات الصناعيه وسبب الانتاج منها وهي مصانع عامله بشكل مستفز. طبعا في وصول موجود وفي رسوم للعمال النقل غير رسوم العمال العاديه على المعادن. الرسوم دي احنا النهارده اتكلمنا عن سبب الفريق اللي بنشكره برضه على طول من المنور وكان من احد الداعمين لنا جدا ان احنا بنشكره ان هو التوجيه النهارده ما يحصلش سبع رسوم لان دي من اهم الحاجات اللي بتشجع الناس اللي بتجيب سين خصوصا موضوع النقل بالذات هو اهم عنصر من عناصر التكلفه عندنا. توفير المزيد من الامراض والمشروعات الصناعيه القدرة لحد النزوح اهالي من قريب من بعيد. احنا عندنا 3 مناطق صناعيه في سينا منطقه العريش ومنطقه بير العرب ومنطقه الرزاق. العريش والبير طبعا الظروف الامنيه بتمنع احنا ان شاء الله في السنوات الجايه، لكن منطقه الرزاق منطقه واعيه جدا وموجود فيها منطقه 4 3 فدان. النهارده المحافظ قال ان هو بسبب الفتره بالتنسيق مع الانتاج الحربي لازم ان شاء الله احنا عندنا فرصه ان احنا نحاول نعمل صناعه ونكسب فرص عمل ونشجع نفسنا. عندنا ناس كتير محتاجه شغل في سينا ومحتاجين ان احنا نستهدفهم بتوفير فرصها. اصدار تعديلات تشريعات جديده للاستثمار في سينا وشمال سينا تحديدا، لان طبعا شمال سينا والظروف اللي فيها فعندنا منطقه بير العرب ومنطقه العريش فيها منطقتين وصناعيتين، واعتقد ان دول بالذات محتاجين حوافز استثمار بشكل معين او شكل معين من الحوافز، لان دول بالذات عشان نعمل فيهم صناعه ونوفر فرص عمل للاهالينا الموجودين هناك دول محتاجين بس تعديل تشريع معين او فرق او شكل من اشكال الحوافز الاستثماريه. التواصل في صفحة التسهيلات البنكية لإقناع المستثمرين الموجهة للتسهيلات في قناة السويس. طبعا في الإقناع المجيش النهارده أوصل إن هو في بروتوكول تعاون مع البنك المركزي إنه إزاي يرمي
في ان انا اطور المشروعات اللي بتشتغل في المنطقه الاسبانيه دايما توفر شغل عظيم للناس اللي هتخش في تصنيع قوى المنطقه الاسبانيه. بقول تنشيط مصنع ومنطقه سوق عشان متوفره ما عادش لازم تصنع مصنع زي ما قلت 10 مثلا احنا بنلعب في مصر ان احنا نستخدم الخامات اللي موجوده في بلدنا للتصنيع في بلدنا وبالتالي نعمل عليها قيمه مضافه. فلقينا مثلا على سبيل المثال احنا بنتكلم مثلا على صدران الاساس الرمل الزجاجي كلنا بنتكلم على الرمل الزجاجي في مصر ومحتاجين ان احنا نكون في تصديره نعمل تصدير ونشغله في مصر وسهلها لان في مشكله ان صناعه الاساس مش قايمه بس على الرمل الزجاجي لا قايمه على اهم من رمل الازاز المنتج الاهم او الخام الاهم هي السوق العاج واكتشفنا ان السوق العاج في مصر كلها مستورده يعني حتى المصنع الوحيد اللي كان موجود عندنا في اسكندريه فبالتالي احنا بنستهلك 100% من السوق العاج مستورده يمكن 80-90% من الدواء الاستيراد من تركيا فانا النهارده عشان اصنع الرقم بتاعي في سينا زي ما الحلم بتاعنا بيقول انا عايز استخدم منتج خامات سينا للتصنيع جوه مصر يبقى انا الاول عايز اعمل سوق قماش عشان اقدر اشغل المصانع دي ما يبقاش عندي المصانع الموجوده بتعاني من ندرة سوق قماش ولا اقول اوقف تصنيع او تصدير الخامات اللي هي الناس شغاله فيها علشان حلم لسه ما ابتداش الا هو تصنيع الاساس. السوق قماش كانت معموله خامتها كلها موجوده في سينا كان في دراسات مهمه جدا لان الحجر الجيلي والملح اللي هم اساس صناعه السوق العاج موجودين في العاج فيبقى بالتالي مصنعه خارج منتجاتها في مصر من خامات اللي موجوده في مصر في منطقه مهمه جدا يبقى احنا عملنا ويندوز سيتويشن قدرنا ننجح الموضوع ده. اخر حاجه دراسه الارشاد المالي لمدينه برلين ومقابل القدره الصناعيه وعدد الكتب السنويه هي في حركه تصدير منتجات المصانع المصنع والشركات. احنا عندنا مدرسه عايز اتحرك من اول المحافظه بدأ مدرسة عامة 4000 فدان على خليج السويس شمال البحر جنوب البحر على منطقة بتطلع على العالم كله قدام السخنة. السخنة قامت لما بقى في طريق لما ما فيش عقل ولما بقى في ميناء. النهارده الطريق بتاع شرم الشيخ كان بيتعمل طريق كبير دلوقتي لو حضراتكم ان شاء الله الشهر اللي جاي هتشوفوه يفتتح طريق عظيم جدا يوصل من نفع الشيخ محمد لميناء اللي هي مدينة شرم الشيخ جمهورا من منطقة صناعية وبالتالي بقى عندنا طريق دواء. فضلنا بقى ان احنا بقى عندنا مينا في ابوزديما تقدر تطلعها من ابوزديما مباشره من المنتج بتاعها مباشره من ابوزديما على العالم. فانشاء مينا في مدينه ابوزديما وقفت المحافظه بتتكلم فيه تفكير في دوت ان شاء الله ده هيكون دفعه كبيره جدا للمصانع